condemn him in his own time. حسينيات بني سعد. أنا هذا الذنب الحياة. بصور ان هذا الرقم للتعليم هاي مو هي لا هاي ما تنسان هذا التعليم هذا جديد مكتوب عليه تعليم التعليم شنو الموضوع؟ سيارة نيسان موديل حديث 2004 انفجرت مقابل حسينية بني سعد في اثناء الصلاة. ليش هناك يا ابو صمال؟ صوتك حالي 13 جريح وسبعة حوالي هيك شهداء خانوا ساعة السيارة من قبل الناس يقولون سيارة مفخخة. سمعنا طبه اللي غاد، فمن صارت الطبه انقلبت السياره، من انقلبت السياره يعني هسه ما يخلون واحد يباع عليها.